صباح الخير عليكم البنات، صباح النور والورد والياسمين. كي صبحتوا بخير هانيين، امركم مزيانه وانتم على خير. مبروك علينا وعليكم ذكرى المولد النبوي الشريف. اليوم راه صبحنا صباح العيد. تخيلوا البنات، عرفتي خاتكم البارح ما نعستش بكري، ما نعست تقريبا حتى لشي جوج ديال الليل، وانا شاده التليفون هذاك وكان يسمع يقول لي طلقيني تفرقي مني. هذا هو الحمد لله والشكر لله. عرفتوا الناس تبارك الله شنو داروا البارح على قبل الفولارات والشيلون، داكشي ملي كيشوفوا غير كنشوف نصيفط لهم داكشي ديال التصاورات، كيصيفطوا لي جلالهم باش نختار انا اللون اللي غادي يجي يوم يواتيهم. فشكرا بزاف بزاف على هاد الثقه، وان شاء الله سلعتي تعجبكم اكثر واكثر، وان شاء الله ربي ييسر والله يسر على الجميع والله يرزق الجميع يا ربي. وكنشكركم بزاف على المسانده ديالكم ليا وعلى الوقفه ديالكم اللي واقفين معايا من نهار وعدتوني انكم ما غاديش تخلاو عليا وما غتخلاوش على القناه وغتبقاو كتابعوني لحد الان. يعني انا بالنسبه للناس اللي بقاو واقفين معايا لحد الان كنشكرهم بزاف بزاف، وعارفه قداش القلب ديالكم كبير انكم كتبغيو تبقاو مع الواحد حتى لاخر المطاف. فشكرا بزاف، وشكرا حتى الناس اللي تخلعوا عليا وقالوا لي غبرتي علينا راه تشطلنا عليك. لهلا يداركم البنات حتى شي حبيب، والله يسهل عليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي. المهم خاصكم دابا، انا راه عندي هذه هي غرفه العمليات، وراهم البنات الاكسسوارات ديالي والمونيكات. البارح ناعسه انا مالفا كنخرجهم عاد كنعس. البارح ملي نعست ما جانيش النعاس البنات، اقسم بالله ما جاني النعاس، كنحلم بحال وغطات شادني وانا مع الظلمه مع مظلمه البيت كنقول شنو هو هذا الشيء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العلي العظيم. وكنعس وملي كيشدني بغطات كنبقى نستغفر الله في خاطري، كنحس بحال جي حد مكتفني. ملي الصباح صباح الحال جيت نطلقيت على المونيكات هادو، هما اللي كانوا عرفت بان السبب هادو بحال هاد المونيكات ولا لي مانكا ولا اي حاجه ما خاصهمش يباتوا مع الواحد في البيت. فاليوم غادي نولي نرد البال اكثر، نحيدهم من حدايا عاد نبات، حيت هذا هو البيت فين كنبات فيه انا. كنبقى خدامه بزاف في الليل عاد باش كنصبح الصباح كننوض. قولي اش كتصبحي الصباح. المهم البنات اليوم العيد ما درنا حلوه، ما دايرين حتى شي حاجه البنات، لان كنقول بان انا هذا ولا كنا كنقول بان راه ماشي عيد. المهم الهام اختي مشات خرجات البارح كسات وليداتها. بالنسبه لحاتم عنده واحد جوج لبيسات، انا غادي نختار لي وحده منهم، غادي نوضوا نفطروا داكشي اللي قسم الله غنصوروا معكم وندوزوا معكم نهيرنا. ومرحبا بكم البنات، نمشي نشوفهم فين وصلوا واشنو داروا ونرجعوا معكم. هذا البنات هو منقذ المواقف. دابا راه لحقاش ما درتش المسم البارح، لحقاش كان هذا كنت درتو النهار اللي كانت عندنا الكوموند وشاطت ليا العجينه ودرناها مربعات صافي. ودابا راني طالقه عليهم العافيه مهيله باش يسخن ويتسخن ويتقرمل على خاطر، ونمشيو نوجدو ان شاء الله الفطور الاخر. المهم البنات هذا هو فطورنا، هذه واحد الحليوه بقات من واحد الكوموند البنات، هادو لي مادلين، وهذه البنات الحلوه اللي دارت الهام. عزيز جاب لينا كريويصه، وكيف ما قلت لكم المسمن اللي كان فرماج الزيت البلديه، وهذا حتومه قولوا ليه مبروك مبروك اللبسه مبروك العيد مبروك الذكرى. حاتيم حتومه ها انتم البنات، حتى حنا راه عندنا السبرديلات ديالنا وعندنا تريكواتنا. هذا راه فيه الجوع، شوفوا اش كيدير، شوفوا اش كيدير ملي كيكون فيه الجوع، شوفوا اش كيدير ملي كيكون فيه الجوع. يا الله البنات غادي نفطروا وغادي نفطروا هذا حتى هو، وها حنا معاكم. صراحه البنات راه هذا الفطور هذا راه ما عرفناش كيفاش، انا بعد ما عرفتوش كيفاش تجمع، لان ما موجده لا العيد لا حتى شي حاجه. وهذاك البنات راه ريان نوريهم حوايج العيد. وقف وريهم حوايج العيد، وقف وراهم السبرديله والسروال. لا وقف عوقف تما، راه سبرديلتك نقيه. ها انتم البنات حوايج العيد رايان، قولوا لي حتى هو كي جاوكم حوايج العيد ديالو، دير لهم شي لايك رايان، دير لهم لايك عطيهم بوسه بوسه وحك راسه. وهذه البنات مروه حتى هي غتوريكم حوايج العيد ديالها، وريهم مروه وريهم حوايجك. وقفي فوق السداري،
طلعي فوق السداري وريهم حوايجك. طلعي 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 في مروه تيتي، طلعي. ها انتم البنات، هذه مروه تيتي، قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ بخير هانين ونصحي الناس في الحلم. انا لابسه الحوايج ديال العيد ونوريكم ديال عمي صورها وصفات. هو شفتوا شفتوا الناس ديال التقديم كيفاش دايرين؟ بصحتك يا مروه بصحتك. قولي الله يعطيك الصحة. يلا مروه باش نفطروا. يلا ماما غتسلم عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ياك هانين مرتاحين؟ الوليدات بخير؟ البنيات العائله كي دايرين؟ كاين شي زرود؟ كاين شي حلاوي؟ كاين زرود والله راه ذكرى. الله يعاونكم، فرحوا بوليداتكم ان شاء الله، الله يجعل هذا النهار يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. اللهم امين يا ربي. بقات لكم البنات اللبسه ديال حميد، راه هو لابس ضارب علينا المطار. سلام سلام، كي داير لاباس؟ الحمد لله لاباس كلشي. لا مروه، مروه كتعرف الدوي، مروه كتعرف الدوي. السلام عليكم، كي داير؟ قالت لهم صحيحه لاباس، هانيين بخير. وملي قلت ليها وريهم اللبسه قالت ليهم ها نتوما، هذاك هذا السروال، هذا راه الصباط، وهذا راه التريكو. كتعرف تبارك الله، وصلى على النبي على الصواب. وهذا ريان اللي ظريف بزاف 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 بزاف. بوسهم بوسهم. ايوا حاتم، راه حنا ورينا لكم حاتم، ها هو رانا انا هازاه والو مبغاش يسكت. ويلا البنات غادي نفطروا، غنفطروا البنات ونشوفوا ان شاء الله. الاول مره في التاريخ البنات غيصبح صباح العيد وغادي نصبح لابسه معاه لا شي غاندوره ولا بيجامه. العيد الكبير البنات وكتلقايني مجلخه تل الليل تل الليل. انا عاد كنوض نبدل ونوض نقاد ونوض. المهم لبست البنات هاد الغاندوره، راها معروفه، غاندورتي معروفه ولات معروفه في اليوتيوب البنات. ولبست معاه هاد الزيف هذا ديال هاد الفولار هذا ديال الحريره البنات. درت لي غير هاد الشديده هادي، لحقاش ما مصوبه شعري صراحه، ما موجداش للعيد، لا حلوه لا مقاده لا حتى شي حاجه. خديت شال نيت من عندي هو اللي درتو، صراحه عجبني وصافي. هادشي اللي كاين البنات، غادي نمشيو باش نفطروا ناخذ التصويرات، ناخذ التصويرات مع حتومتي ومع ماما وباقي افراد الاسره. وها انتوا معنا البنات. سلام بنات، انا عاوتاني رجعت معكم عاوتاني، ما ديوش عليا، راني وليت
عدي هاد الخدمه هادي البارح راه دات لي النهار كامل. قلت انا غادي نصور فيديو في العشيه، صدقت هاد الخدمه هادي دات لي النهار كامل. راكم عارفين ملي كيتصلوا بك الناس في التليفون خاصك تبقى تجاوب وخاصك هذا. صافي ملي جيت نشوف لقيت مشى ليا الوقت. واش غنقول لكم الصراحه انا هذاك البلاكار كان غيدير فيه واحد الخير كبير. دابا راني رجعت عاوتاني مشيت بدلت حويجي وجيت تاني باش نجمع ليا هادشي نحيدو من هنايا ونقاد كل نوع من الشيلان بوحدو. فهداك البلاكار تزقل ليا. البنات اللي كانوا قالوا ليا ما يمكنش عطاوك غيكونوا عطاوك ورقه وانت ما خلصتيش، ها هي البنات الورقه ديال ها هي هذه ديال ايكيا، وها هو المونطون ديال البلاكار. ها هو المونطون ديال البلاكار شي 100.099 درهم ديال البلاكار زائد 100 درهم ديال لا ليفريزون. ها هي 1099. ها هي هذه هي الورقه انا اللي عطاوني. وانا الى بنات الى تذكرتوا معايا راني قلت لكم ملي مشيت دخلت الايكيا قلت لكم راه عمرني ما جيت نتقدم من ايكيا. ملي عطاوني هذه الورقه مشيت شريت هذه التريه من اجدرت مشيت خلصت هاد التري وخرجت. عاد بالي راه انا مخلصه حتى هذا ومغاده في الاحلام وفي غاده بحال داك اللي تيقول ليه كناكل رز مع الملائكه كيقولوها المصريين غاده وفرحانه وصافي. راني شريت البلاكار صافي نهار الاثنين غيجيبوه ليا. بقيت نتسنى اليوم غدا اليوم غدا وانا اصلا راني ما مخلصاش. وانا اقسم بالله الا الهي عندهم كنقول لهم ما يمكنش راني مخلصاه وانا عند بالي راه خلصته ولكن ما كتبش ليا الله سبحانه وتعالى انني نشري. واخا ملي رجعت باش ناخذو قالوا ليا ما بقاش ما يوجد من هنا 6 سيمانات. وست سيمانات فين وفين 6 سيمانات؟ ايوا صافي ما نفعني على الفوتوي ستفت فيه السلعه وجبت بديت كنصور للناس واللهم لك الحمد. بالنسبه للنهار الاول اللهم لك الحمد كان واحد الاقبال اللهم لك الحمد. الحمد لله راه كاع اللي كيبغي حاجه الحلال ربي كييسر ليه فيها. والتجاره البنات راه واخا كاع ما يكونش فيها الفلوس بزاف فيها واحد البركه. فلوسهم فيهم واحد البركه فلوسهم مباركين اللهم لك الحمد. دابا اش كنقول اللي بعتها ما غاديش نقرب لفلوسها غادي نخزن فلوسها باش نعرف راسي شحال خسرت وشحال دخلت. غنحاول انني ما نقربش فلوسهم نهائيا. والله يسهل لينا وعلى جميع المسلمين وعليكم. وبغيت نشكر كاع البنات قبل ما ننسى وسمحوا ليا على هاد اونتر ريزومي ولا اونتر بارونتيز ولا المهم بين قوسين اونتر ريزومي يا ويلي يا ويلي يا ويلي على اونتر ريزومي. بغيت نشكر البنات اللي وقفوا معايا بالمشاهدات ديالهم من نهار اللي عرفوا القصه اللي كانت مخزونه واللي اضطريت انني نقولها. بغيت نشكرهم انهم وعدوني انهم يبقاو معايا ويبقاو يتفرجوا فينا والحمد لله بقاو معايا لحد الان. لا من تعليقاتهم لا من لايكاتهم كيقول لي راه انا كندير لك لايك باش ليا البنات راه التليفون عمر وخويتو عادي باش يمكن ليا باش نصور عاوتاني. قلت لكم البنات كنشكركم بزاف البنات اللي كيشجعوني انني نهض بعائلتي ونهض براسي. والناس كيفرحوا لك الا شافوك خدام و تيقول لك حنا كنفتخروا بوحده بحالك انك ضاربه في هذا السن ضاربه تمار على عائلتك وانك ما كديريش شي حاجه خايبه وما كتخرجيش للزنقه وكديري شي حاجه خايبه. فهادي انا كتشجعني منكم اللي كنقرا هاد التعليقات. والله القسم الا كنتشجع والله القسم البنات الا كنقول انايا هذيك 3 ايام اللي غبرتها ما غبرتها وانايا ما راضياش على نفسي لحقاش ما مسالياش. وكنقول الا جيت في الليل وصورت غادي ما غاديش يبان فلوق زوين خاصني بنهار باش يبان فلوق زوين. والحمد لله والشكر لله. اليوم البنات راني ناويه نهز حاتيم نركبو ونخرجو معايا. عرفتوا البنات راه دابا راه تبارك الله راه طالع في شهرين
باقي لحد الان يعني ما خرجش للزنقه. كتخرجوا ماما كتغطي باش تمشي تديه تجلب ليه وكتجيبو بالخف. دابا انا قررت باش غادي واحد شويه نوض نديه يخرج يشوف شم الهواء يشوف الزنقه ويشوف الدنيا وندي معايا الهام نيت وليداتها هكاك ويفرحوا لابسين حوايج العيد وخارجين فرحانين. غنديو معانا حتى اسمتها هي وغنشوف ماما الا كانت غادي تمشي معانا حتى هي تمشي معانا. وعاده باش نجيو البنات عاده باش نشوفوا اشنو غادي نديرو في الغداء. غادي نديرو عا شي حاجه خفيفه ما عرفتش اشنو هي شليضات وداكشي. المهم ها نتوما معانا في هذا الفيديو والله لا يخطيكم علينا. سلام بنات. مهم اول مره غادي نخرجوا غادي نخرجوا معنا حاتوم. ها هو شفتوه الهام راه هي ولادها شفتوها اسمتها هي. غادي نخرجوا البنات نتمشاو ونشوفوا فين غنمشيو شوفوا شي نشربوا شي عواي صغير ولا هذا يضرب فينا الجو. واليوم راه حاتم نهار الاول ليه في الدوران ماشي في الزنقه. راه فايت خارج للزنقه ولكن نهار الاول في نهار الاول لي في الدوران حويج العيد حتى هو قال لك وانا مركباه ما قدرش نعطيه لمو لان مو ما كتزيدش كتزيد عب الزز بغيش نزيد نتقل عليها بالولد حتى هو. يلا الهام يلا شوفوا البنات رايان جهاز ها هو رايان هاز الحاتم رضاعته والحليب والما ديالو. وريهم وريهم حات رايان وريهم شتي راه دار جينا البنات لهنايا لهاد الكافي هنا في عين السبع هنايا. الهام مشات هي وولادها داتهم باش تغسل ليهم. حنا دابا كنقلبوا على الماء باش نصوبوا الحاتم والرضاعه ديالو. ها هو حتومه ايوا البنات ها نتوما معانا ونشوفوا واش كيديروا الغداء هنايا ولا شي حاجه. بانوا لي الناس هنا كيضربوا في بيتزا ما عرفتهمش منين جابوها. المهم انا غادي نشوف راه هي لاكارت حطوها ونشوفوا ها نتوما معانا البنات. جبتي الماء حميد؟ ها لقيتيش ماماك ما عرفتيش فين مشات؟ مشات تغسل ليهم تما راه كاين فين يلعبوا الوليدات الصغار. ما بغيتش نشد لكم البنات داك القنت لان فيه الناس كون كنخاويكم البنات. ديما اللي عندهم تربيه ديما كتلقاو الرضاعه عندهم وسط الماكله وسط الطابله. خديت انايا البيتزا اسما خدات هاد الساندويتش وهاديك لا سالاد. الهام خدات لولادها البيتزا وهي خدات هذاك البروشيت البنات بالشاورما. واحد القهيوه زوينه هنايا ولكن انا ما قدرتش نصورها لحقاش كاينين الناس ما نقدرش نصور الناس. وهذا راه حتوم ها هو حتومه ناعس. البيتزا عندهم زوينه البنات ولذيذه هذاك لاباك ديالها زوينه صراحه. تشهيت هادشي اللي عندكم تشهيت هادشي اللي عندكم اسما راه ضربي في سلايد. ايوا بنات الهام وولاده خايفين من المشه. فين هي المشه؟ شوفوا الهام فين هربانه خايفين من المشه. مروه الى ما تبقاي تما شوفوا الى خايفه من المشه ضحكاتني والله الا ضحكات. رايان تكلم يا
جلس جلس راه ما تجيش عندك اجلس. المهم البنات يلا دخلنا حيت صبر ديالتي جلست باش نرتاح بعد عاد نوض نبدل حوايج ولبس شي بيجامه لان صهدوني هاد الحوايج. واخا الحال بارد كاين برا ولكن واخا كوك مع التحراك بزاف كتحركي بزاف كتحسي شويه بالزمط. حطيت حتي منعس. ماما خرجات هي وماما ماما خرجات هي وإلهام. يلا جينا لقينا ماما جات لحقاش ماما كانت عند دار خالتي ومشاو يجيبوا شي سخره وحنايا جلسنا صافي كل واحد شد بلاصتو الى مخرجت مع الهام وانا رجعت عاوتاني للروينه ديالي باش نقابل عاوتاني خدمتي ونقابل التليفون ما عرفت فين حطيته. يلا جيت انا زيد تليفون نيشان كندوي معكم باش نختم معكم الفيديو ما عرفتش التليفون الاخر فينا هو. المهم البنات عيدي داز بحال هكا الحمد لله. عرفتوا البنات اول مره كنصبح لابسه في العيد لبست الكاندوره ولبست وهذا واول مره كنخرج في العيد اول مره بحال دابا هاد الثقافه ديال انك تخرجي نهار العيد والدوري اول مره هي هاد النهار. ما عرفتش علاش درتها لا واش بانت لي الا مكاينه هي ولا داك لنا زعما نبدلوا الجو ولا تجربه ولا بغيت نخرج حاتم اول عيد لي بغيتو يعني المهم يكونوا عندو ذكريات. صورناه في القهوه تصورنا وداك الشيء راك عارفه راكم عارفين كيفاش ملي تيكبر اولا ملي كبر يلقى راسو عنده تصاورات في 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 بلايص وفي هذا ولابس حوايج العيد ولا معمو. المهم صورناه مع اسماء بزاف باش يبقاو الذكريات لانها راه كانت كتهزو وكانت حتى هي عارفه راه ولدها وداك الشيء وهذا الشيء اللي كاين. وتوته توته خلصت الحدوته غادي نحبس معكم الفيديو حتى لهنايا وغنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي غنضد لكم شي روتين فاعل تارك ان شاء الله ونكمل معاكم في هذا الشيء. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم الحب ديالكم اللي يخطيكم ان شاء الله ما نبقاش نغبر عليكم. انا عارفه راسي كحلت معاكم لحقاش غبرت عليكم غبرت 3 ايام وانا غابره ولكن من دابا الحمد لله صافي كاع المطارق اللي كانوا كيضربوا في راسي سالاهم الخبيط الحمد لله. سليعتي ها هي عندي والامور ها هي مستقره والحمد لله. بقات لي حاجه وحده هي الكره نلقاه ولكن دابا في هاد الوقيته باقي غير باقي ما لقيتش. اما ان شاء الله نلقى نتحول. غتقولي لي تدرتي هذا عاد غادي تحولي اش غنقول لكم البنات انا هذا درته على قبل خدمتي نهار اللي غادي نمشي راه غادي نمشي يعني انا ما كنضرش لهاد الامور نهائيا. نهار اللي غادي نمشي راه غادي نمشي وصافي ما عندي ما ندير. المهم انا باش الناس يشوفوا شي حاجه زوينه درت هاد البابي ومقلت بلاش داك اللون الابيض ما غاديش يبين اللهم هاد البابي هاد الحاد شي حاجه كتكون مختلفه وهذا بحال راني في محل ولا شي حاجه وصافي. وهذا الشيء اللي كاين شكرا للتتبع ديالكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.